مصر اضطرت انها تتعامل مع ازمة شديدة جت في الوقت الغلط زي ما بيقولوا، وهي الازمة الروسية الاوكرانية، واللي جت كمان بعد وباء عالمي اصاب العالم كله بالركود والاغلاق والاضطراب. وكانت اهم تداعيات الصراع الروسي الاوكراني هو نقص الدولار في مصر لاسباب كلنا عارفينها، زي خروج الاستثمار المباشر وارتفاع اسعار السلع عالميا واضطراب حركة التجارة الدولية وحاجات تانية كتير. عشان كده مصر خدت خطوات جذرية لإصلاح الخلل في الفجوة الدولارية ما بين المطلوب والمتاح، وكان منها طرح حصص بعض الشركات والكيانات الاقتصادية في البورصة أو البيع لمستثمر رئيسي. يا ترى ليه مصر مش قادرة تسرع برنامج الطروحات الحكومية؟ وإيه حكاية آخر صفقة معروضة على مصر؟ بانكير، نبض البنوك. كل اللي متابع ملف بيع الشركات هيعرف ان مصر ماشية فيها بحكمة شديدة جدا، لانها في الاخر اموال عامة وشركات ناجحة ومش هينفع تتباع غير بسعر عادل. يعني مصر عايزة اعلى اسعار والمستثمر عايز يضرب السعر في الارض، ودي طبيعة الصفقات. لكن الحقيقة الحكومة ما بتستعجلش خالص ورفضت كل الصفقات اللي مش جايبة سعرها، والمشترين بيحاولوا يضغطوا بالوقت وتقارير وكالات التصنيف العالمية عشان مصر تبيع، وده مش هيحصل. لما مصر طولت نفسها في برنامج بيع الشركات الموضوع جاب نتيجة كويسة، عشان كده حصة المصرية للاتصالات اتباعت بسعر كويس 150 مليون دولار، وهنا بنتكلم على 10% بس من الشركة. وبدأ المستثمرين يتكلموا جد شوية في موضوع الأسعار، وحسب آخر معلومات في ملف الطروحات شركة العمارية المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي بالمملكة العربية السعودية، طلبت الاستحواذ على حصة الأغلبية من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ودي واحدة زي ما احنا عارفين من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. المهم، الطلب بتاع الشركة السعودية كشف نيتها للاستحواذ على 70% من كامل أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مقابل 400 مليون دولار، أي ما يعادل 13 مليار جنيه مصري، وأن سعر السهم هيكون 13 جنيه. وحاليا سعر السهم بتاع الشركة عند حدود 10.46 جنيه، وبالتالي بيكون العرض المقدم من شركة العمارية للاستثمار العقاري للشراء السهم بزيادة بتوصل ل 30% عن السعر الرسمي المعلن حاليا بالبورصة المصرية. وده طبعا كان نتيجة إصرار مصر إنها متفرطش في حصص الشركات غير بسعرها العادل. ونرجع لعرض الشركة السعودية واللي قدمت طلب الاستحواذ للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأسندت الجهات المختصة دراسة الطلب من قبل المستشار المالي المستقل واللي بتقوم حاليا به شركة NE للاستشارات من أجل تحديد القيمة العادلة لسعر السهم. أيا كان رد الحكومة على العرض السعودي، لكن اللي حصل بيدينا مؤشر مهم جدا إن ملف الطروحات هيتحرك بسرعة في الفترة اللي جاية بسبب التعامل الحازم مع أموال وشركات الدولة. وبالمناسبة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عندها 3550 فدان أراضي بمنطقة هليوبلس الجديدة، وإسكان وخدمات بخلاف 655 فدان شراكة مع شركة صادق إسكان وخدمات، بالإضافة لمنطقة هاليو بارك 1695 فدان للإسكان متكامل خدمات وخدمات محلية وإقليمية. ونخلي بالنا الدولة لو وافقت على صفقة بيع الشركة هتحافظ ب 30% من أسهمها، يعني برضو الدولة موجودة في الشركة وهتكسب من الأرباح اللي هتزيد لما المستثمر يوسع نشاطها. بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري الفترة اللي جاية. أنا أشرقة أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.